السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سلسلة جبال إمارة الفجيرة وبالتحديد من منطقة شرم، أنا أمام استكشاف جميل وهي تفجر عين مياه طبيعية جميلة في جوف الجبل. مثل ما تلاحظوا أنا موجودة بين الجبال، لا أني في مجرى وادي ولا أني في مكان يتجمع به المياه. سبحان الله، شوفوا الحياة، سبحان الله. هذا منبع متفجر من جوف الجبل، لو تلاحظوا ان الماء يجري، وهذا يدل على تشبع الجبل بالمياه لدرجة انه تفجرت العيون من الجبل نفسه. فنتمنى المحافظة على هذه العين وإعادة احيائها وتنظيفها، يعني محتاجة بس تنظيف شوية عساس تتنفس هذه العين. فما شاء الله، شوفوا ها، مثل ما معروفة هي إمارة الفجيرة، الفجيرة من تفجر العيون فيها، يعني مش غريب على إمارة الفجيرة تفجر العيون الجديدة. شوفوها متشعبة، مطلعة فروع هنا والطرف الثاني، بصور لكم الطرف الثاني بعد. شايفين هذا الشبو؟ دليل على جريانه من فترة طويلة. طبعا أمطار الخير لها دور بعد بإعادة إحياء هذه العيون. هذا تفرع آخر للماء، سبحان الله. شايفين جريان الماء؟ حركة المياه، ترى الماء يجري مش راكد. أو شيء جديد، مثل ما تعرفوا تغيرات المناخية وشح الأمطار لها دور كبير في جفاف هذه العيون وموتها. سبحان الله، من ترجع المياه مرة ثانية، ترجع الأمطار مثل ما كانت، ترجع هذه العيون تحيا مرة أخرى. فيعني مش غريب أن نقول تفجرت عين، لأن أصلا العيون منتشرة بإمارة الفجيرة بأغلب المناطق، بأغلب الجبال، بأغلب الوديان. لكن مثل ما قلنا بسبب التغيرات المناخية تغير بها الحال، وإن شاء الله تعود إمارة الفجيرة مثل ما عهدناها، غنية بالعيون الطبيعية. فإن شاء الله هذه بوادر الخير. الحمد لله، بسبب الأمطار الغزيرة اللي نحن شهدناها في الفترة الأخيرة، تشبعت الجبال هذه، تشبعت لدرجة أنها قامت تفجر العيون من جوفها. سبحان الله، سبحان الله. كانت جدتي الله يرحمها، ترى هي من أهالي شرم، تقول إن كان في قديم الزمان كانت في عين ماي، الله يرحمها كانت تقول في عين بس جفت تحدر من اليبل. فأتوقع هي نفسها العين، لأن العين هنا موجودة في هذا الجبل فوق. فأتوقع هي نفسها العين اللي كانوا يتكلموا عنها قديما، ويدتي كانت تخبرنا عنها الله يرحمها.